قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ دعوة الله تعالى، حتى أنه يعلم معاذا رضي الله عنه وهما على ظهر حمار. رسول عليه الصلاة والسلام راكب في الحمار ومعه معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ دي فيها فائدة، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الدعوة في كل مكان يصلح فيه تبليغ دعوة الله تعالى، حتى على ظهر الحمار. لأنه كثير من الناس بيفتكر أو بيعتقد إن الدعوة إلى الله تعالى تكون حصريا في المساجد، وهذا اعتقاد غير صحيح، وإنما تكون دعوة الله تعالى في كل مكان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبعدين رب العزة والجلال قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه تناول أعظم حق من الحقوق، وهو حق الله تعالى على العباد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده أعظم حق في الدنيا والآخرة، وهو عبادة الله وتوحيده، وده الغاية من خلق بني آدم. الله خلقنا وخلق الجن من أجل عبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما في سعادة في الدنيا والآخرة إلا بعبادته سبحانه وتعالى، ما في. شكل كثير من الناس الواحد من الصباح تلقى زهجان وتلقى صار يوشه متضايق، تقول له: انت مالك زهجان؟ مفلس؟ ولك لا القروش فيه. عيان؟ ولك لا انا ما في مرض الحمد لله الجسم تمام. ما عندك اولاد؟ يقول لك الحمد لله الاولاد فيه. مؤجر؟ ولك لا على بيت ملك. ما في شغل؟ في شغل. مالك زهجان؟ لك والله ما عارفين، لكن غايته من الصباح كذي في ضيق في تقول، لكن سببه شنو ذاته ما عارفينه. قال ابن القيم رحمه الله: في القلب خلة، يعني أي قلب فيه فراغ، في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله، وفي القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله تعالى. شكر رب العزة والجلال قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله شنو؟ تطمئن القلوب. وأي إنسان في الدنيا دي لا يعبد الله تعالى أو يعرض عن عبادته ده بكون تعبان، لأن الله تعالى توعد الذي يعرض عنه فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالراحة في عبادة الله وفي توحيده. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا الحق توحيد الله وعبادته قائم على أمرين، عشان أنت تعبد الله العبادة الصحيحة والعبادة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لا بد من أمرين.
الأمر الأول إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، لأنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله دار عبادة وخالصة نظيفة. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والليلة في كثير من العبادات للأسف الشديد تصرف لغير الله تعالى، ناس ما تخلص فيها لله. يعني الصلاة الناس بيصلي لله، ما بزول بيصلي لغير الله في الغالب، تلقى يصلي لله تعالى. الصيام تقول له بتصوم لمنه؟ يقول لك لله سبحانه وتعالى. الزكاة ولكن ادفعها لله سبحانه وتعالى. الحج لله. الدعاء عبادة، يقول لك أي عبادة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. شفت الدعاء هذا من أجل العبادات، وموش تدعو بس وقت الكربة، وقت الكربة وفي الرخاء كل يوم أدعو الله سبحانه وتعالى، ومحتاج إلى الله جل في علاه ومفتقر إليه. فالدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، لأنه الله وعد، ولكني أحمل هم الدعاء. قال: أنا ما بشيل هم إنه الله يستجيب لي، لأنه قال بستجيب، لكن بشيل هم 200 أدعو الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الناس يدعو الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، يعني يقول يا الله ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال لك: أنت لو داير تسأل تسألني، تسأل رب العزة والجلال، مش تسألني أنا صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى. ورب العزة والجلال قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وده خبر من أصدق القائلين الله سبحانه وتعالى. قال لك: أنت لو دعيت غيره لا بينفع ولا بضر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ليه من الظالمين؟ لا نقبل سبق أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والظلم تشيل حق فلان تدي لفلان، والمشرك بشيل حق الله بيدي لغير الله سبحانه وتعالى. الذي يدعو غير الله وإن نطق بلا إله إلا الله لا تنفعه. ليه؟ لأن الله تعالى قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الله قال لك: أنت بعد اهتديت وقلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني أنا ما بعبد إلا الله، ويعني ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ترجع تاني قال لك تدعو غيره. والكلام ده موجود كثير في بعض الرجال وبعض النساء. هالمرة دارة تعتر تنادي غير الله: يا فلان الحقنا. الراجل في العربية دارة تنقلب ينادي غير الله سبحانه وتعالى، تقول له ما بجوز، يقول لك: انتم تشتموا الأولياء. ودي ما شتيمة ولا نبز، والله بيّن لك الكلام ده. فقال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه. شوف عليك المثل ده عظيم كيف، قال لك البنادي غير الله: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال لك أي زول ينادي غير الله؟ زي الزول العطشان ومشى ليبير أيوة، بعدين البير بدل يشيل يغرف يضم يده يغرف فيها، ولا يشيل له إناء يغرف فيه، لا بسط يديه كذي، أبقت اليد مسطرة عديل بتمسك موية ما بتمسك. عشان كذي قال: والذين يدعون من دونه
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد رب العزة والجلال قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. سماوات خلقها من الله. كلنا لو قال لنا السماء دي خلقها الله بس الدوا بوهية ما بنقدر. قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم، شوف القرآن ده واضح كيف، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. قال لك تخلي الله سبحانه وتعالى تترك وتتوجه إلى الأولياء. قل أفاتخذتم من دونه أولياء ما لون يا الله الأولياء لا يملكون لأنفسهم، ده القرآن، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، مش ليك انت، لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي. أزول الدولة ولد يقول لا أداك لمنو الله داك بغادي مزوج له 10 سنة يقول له ها ما في حاجة يقول لك لا لا ما في شيء أمش لفلان بديك جنة ده ما قاعد في البلد دي بلد دي ما مصائب تقيلة. قال لك قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فدحق الله على العباد يعبدون الدعاء الندى على الرجاء الخوف التوكل على الله وحده لا شريك له. لدعلك تميمة لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لدعلك في الطفل كمون لأن الله قال الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تمشي لزول تقول له شوف ليه الرائحة وين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الغيب ده إلا بالوحي للأنبياء والأنبياء فارقوا الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لأنه ده عن طريق شنو الوحي بجيو. لكن غيره قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا تحلف في غير الله، لا تقول وحات جناي ولا وحات الزاد ده ولا وحات القعدة دي ومنقو كلام كثير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما حسن الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه كلها مصائب الناس أنبه لها يا أخوان ويا أبا بارك الله فيكم. النقطة الأخيرة قال لك أنت لما توحد الله وعقيدتك تبقى في الله تمام الله ما بعذبك. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تلاقي الله موحد بيرحمك حتى لو عندك بعض السيئات والذنوب تتوب وترجع إلى الله منها. حتى لو لاقيت بها رب العزة والجلال قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد. هسي بيشرب خمرة تقول ليت الخمرة دي كيف لك والله حرام الله يهدينا، ده ضلاله ما بعيد شديد. ولك الله يهدينا، شوف مما يعترف ده بداية الرجوع. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فبتاع الغمرة ده يقول لك الله يهدينا، بتاع الغنى تقول لا الغنى ما بجوز ولك يا الله يهدينا الله يهدينا. لكن تعال شوف زول بنادي غير الله تقول لي يا أخ ما تنادي غير الله، الله خلقك وخلق الناديت وده. يقول لك انت وهابي ولا شنو بتكره الجماعة؟ يا أخ لا وهابي لا بكره الجماعة، أنا بكرهون المخالفين الحق ديل بكرهون،
لكن إذا قصدت أهل الصلاح والخير بحق ما بكرهون، لكن ما تناديون ما بجوز لك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ما تغلو فيني، قال كما غلت النصارى في ابن مريم عيسى عليه السلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله شنو ورسوله صلى الله عليه وسلم. أختم بحديث في صحيح مسلم، حديث جميل جدا، عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال لي بيوجب دخول الجنة شنو؟ برحمة الله. والبيوجب دخول النار شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا، وحد تمام، دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل شنو؟ النار. عشان كذا آخر آية في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي دار يلاقي الله بالنجيضة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك شنو بعبادة ربي أحدا. أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ونرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ونرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم.